متى تتوقع يرد مركز التحكيم الرياضي؟ والله اتمنى يعني مركز التحكيم طالما انه يعني انت الحين باقي للهلال كم مباراة؟ ثلاث مباريات او اربع. طيب. نعم طيب لو مركز التحكيم قال لك والله الهلال مش غلطان وكانه مش غلطان والخطا على النصر ممكن يعني اتكلم انا قاعد اقول طيب من يحمي الهلال او يعطي الهلال حقه في اربع مباريات او خمس مباريات لعبها بدون لاعب؟ صحيح خاصة في خضم في هالظروف اللي يعاني منها من هالإصابات ما يعني أنت مع السرعة في حسم القضية دائما خاصة إذا كانت واضحة يعني ما هي قضية لاعب أجنبي راح ولسه الفيفا ياخذ يعطي لاعب لاعبنا وحمد الله بيننا والناديين في السعودية ليش هالمماطلة ليش البحث عن إذا أنا ما أدري وش الهدف من تحريك منشن تويتر والمواقع التواصل على قضايا أنا صحيح طبيعية ومنطقي وتصير لكن إن مشكلتنا في تحسها كرة نار يتقاذفها الجميع أي أيوة والله للأسف يعني بشكل خلاص صارت ممدوج يعني ما أنا أتمنى الإثارة تعود الملعب ويركز على جودة النقل على وصف المباريات على الاستفادة من اللي صار إيجابيات اللعيبة الأجانب أمور فنية الآن أصبح جل حكينا عن الأمور القانونية هل حمد الله يلعب هل حمد الله خدع النصر كلام هذا يدور في المجالس نسينا الدوري وإثارته نسينا إعجاب الناس واللعيبة الأجانب اللي راحت وتتمنى تقول أني استمرت في الدوري السعودي كل هالمعطيات والأشياء الجميلة غابت عن المشهد لأنه المشهد الرياضي الآن كله احتجاجات واعتراضات ومنشن تويتر أنت قلت أنت مع ناديك أنت متعصب مفتر إيه وهذاك عاد يطلع عاد أبو العريف لحظة وش لحظة طلع القرار فأتمنى إن شاء الله والرياضيين السعوديين إن شاء الله حريصين أقصد المسؤول أنه ينصف من المظلوم ويعطي كل ذي حق حقه ولكن في الوقت المناسب ودخلوا المحامين في السال يعني كل واحد شخص القضية نفسه وطبعا في إعلاميين ولا يرمش ولا يتغير لون وجهه ولا يعرق وجهه يعني عاد يطلع أمس يقول كلام يطلع ثاني يوم يجحد الكلام اللي أمس وطالع في وجهه كذا تتأمل ثبات انفعالي غير طبيعي يعني احسب من احسن راس حربه بشوت بلنتي في الدقيقه 90 هدوء ويطلع يتكلم ولا كان امس الناس شرق وهو غرب عادي الحياه لطيفه ويخش في عينك